صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردان وعلى تلفزيون نورسات وتيلي لومير. منصبح عليكم هذا اليوم المبارك ومنتمنى للجميع الصحة والسلامة، الفرح والسرور دائما في بيوتكم، في قلوبكم، في عائلاتكم، وبين أفراد أسركم، وأيضا في مجتمعكم ووطنكم أينما كنتم. منصبح عليكم هنا من استوديو نورسات الأردن، ومعنا ضيف عزيز علينا وصديق أيضا للنورسات، الأستاذ رمزي رستم، نائب مدير عام مدرسة وكلية تارا سانتا. وأيضا معنا ضيوف في الاستوديو، لينا زريقات الحاصلة على الأولى كمان في 100% مثل ما بقولوا، راح تكون معنا بالاستوديو للحديث عن تفوقها المميز بالثانوية العامة وبرنامج الدولي اللي بسموه الاي جي. فراح تكون معنا، كنا نود أن يكون معنا الطالب أحمد العجالين اللي حصل على المركز الأول في المملكة من مدرسة اللاتين مادبا، لكن لسوء الحظ تعوق في المجيء لأنه بيجي من مادبا، ومادبا بتبعد عن العاصمة عمان تقريبا 45 دقيقة، فالله يجيبه بالسلامة إذا قدر يلحق. لكن كنا نود أن يكون معنا أيضا، نوجه له التحية ومنقول له برضو ألف مبروك مرة تانية، ربنا يوفقه في حياته المستقبلية والجامعية الجامعية والمهنية. مثل ما فهمت كان إنه بده يدرس طب، فدائما المعدلات العالية طب. بطلع. بالنسبة لأخبارنا لنورسات لهذا الأسبوع، طبعا احنا بنستعرضها كعادتنا كل حلقة، بس احنا كمان بدي ارحب بكل الاشخاص اللي انضموا لنا على صفحتنا على نورسات جوردن في البث المباشر. مصبح عليكم فردا فردا، لكم صباحكم نور وسرور يا رب. هلا بالنسبة لبرامجنا خلال هذا الأسبوع، الأسبوع الماضي وأيضا الجاية، في برنامج حابين نعلن عنه اللي هو عين على المشرق. رح نرجع نعيد هذا البرنامج في حلة جديدة في مكان جديد مع الأب نبيل حداد للحديث عن مواضيع تهم الشعب الأردني وتهم الكنيسة أيضا، في مواضيع بتهم المواطن الأردني المسيحي في المملكة الأردنية الهاشمية. امبارح كنا في كنيسة الروم الكاثوليك بالكاتدرائية، كان عندنا محاضرة كانت جدا رائعة، والسيدات يعني كنت كتير عن جد مبسوطة معاهم. تحدثنا عن الإعلام ودور الإعلام في المجتمع، فكانت محاضرة جدا رائعة، وبهني الكنيسة على الأخوية وعلى السيدات اللي حريصات على خدمة الكنيسة وعندهم هالغيرة على كنيستهم بشكل كتير كتير مميز. فبشكرهم على الدعوة، وإن شاء الله إنهم كانوا استفادوا من المحاضرة اللي أعطيت. المدبر الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية يقول أن الكنيسة المحلية في كنيسة مهاجرة وحاجة وسط مجتمع مسلم. الوضع الوبائي يسمح بفتح كافة القطاعات بالمملكة. هذه أخبارنا بنشرة الأردن في أسبوع. بتوجيهات ملكية طائرة مساعدات أردنية رابعة تصل إلى بيروت. مثل ما بتعرفوا بيروت بتعاني من وضع اقتصادي ووضع كورونا أيضا، فربنا يكون مع لبنان، ولبنان قادرة إنها تنهض وتستعيد مجدها المعروف فيها. لجنة السياحة النيابية تقر تطوير الأراضي المجاورة للمغطس إن شاء الله أخيرا، لأن عندنا المغطس كنز في مملكتنا الحبيبة، وهو مكان عماد السيد المسيح ومدرج على لائحة التراث العالمي، ف الجدير بالاهتمام من كافة القطاعات. وأيضا أمانة عمان تدعو لإدراج كهف المعلقة على قائمة اليونسكو. وكهف المعلقة للي ما بيعرف شو هو هذا الكهف، أنا بشجعكم لحضور التقرير عن كهف المعلقة اللي عملناه لنورسات. وأيضا هناك أخبار أخرى محلية، افتتاح روضة بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بعد بصوفية بعد الترميم وإعادة
تظبيطها. وأيضا هناك البطريرك بتسبلا يهنئ الأول على المملكة من طلبة البطركية اللي هو أحمد العجلين. ومجموعة الخبر السار تقيم قداس احتفالي في كنيسة الراعي الصالح، ومطران الموصل من الكنيسة التي دمرها داعش يشرح للرئيس الفرنسي وحشية داعش معهم. فالبابا فرانسيس يدعو للصلاة والصوم من أجل أفغانستان. وأيضا هناك القداديس الإلهية انهار الأحد المنقولة من كافة الرعايا في المملكة، وأخبار أخرى. نيجي في البداية طبعا طبعا من هني كنائسنا الأرثوذكسية اللي احتفلت بعيد رقاد والدة الإله في نهاية شهر آب. وأيضا اليوم من هني جلالة الملكة رانيا العبد الله في عيد ميلادها 31/8 عيد ميلادها. بلاش نذكر السنوات، فمن هنيها ومن قولها كل عام وانت بخير ستنا، ربنا يعطيك الصحة والقوة، لأنك انت كمان رائدة في مجال التعليم والمدارس، واهتممتي يعني بشكل خاص ومباشر بموضوع المدارس والتعليم يرقى لأعلى المستويات في المملكة الحبيبة. فكل عام وأنت بخير. وكمان أيضا بدي أهني زيد عودة اللي هو بيلقي نشرة الأردن في أسبوع بالإنجليزي بعيد ميلاده اليوم، بنقول له كل عام هو بخير لزيد عودة، برضه كمان هو من طاقم نورسات. وأيضا كل الأشخاص اللي بيحتفلوا بعياد ميلادهم بهذا اليوم بنقول لهم كل عام وأنتم بخير، ربنا يعيد عليكم السنوات القادمة بالخير والصحة والسعادة. نحن لازلنا بأجواء كورونا ولا زال الكورونا موجود، فبنتمنى دائما انه تحافظوا على صحتكم باستعمال كمامة في الأماكن والتجمعات، ما تكونوا في أماكن وتجمعات كبيرة لسه الوضع الوبائي سائد. وأيضا هناك كمان الفيروس دلتا المنتشر حاليا بين مستويات المجتمع كافة. الله يحمي طلابنا كمان لأنهم رح يبلشوا هلا الدراسة، إن يا ربنا يحميهم من الفيروس الكورونا لأنه بلش التعليم الوجاهي بالمملكة الأردنية الهاشمية. فنتمنى السلامة للجميع، واللي التطعيم ضروري يعني من حيث كل شخص بتمكن من التطعيم إنه يسجل على المنصة يتطعم عشان يحمي حاله ويحمي أسرته ويحمي المجتمع ونخلص من هذا الوباء ونعيش ونرجع لحياتنا الطبيعية. فهذه هي أخبارنا لهذا اليوم. فبداية بنطلب البركة من عند ربنا، ومنرحب ورحبوا معي بالأستاذ رمزي رستم معي بالاستوديو. يسعد صباحك صباحك نور. وصباح الجميع. بداية بشكر دائما قناة نورسات على تميزها وتغطيتها لكل المؤسسات التعليمية والتربوية وكل الأحداث فعليا. وبنقل كمان تحيات قدس الأب رشيد مستريح مدير عام كلية ترسانتا، وبتمنى نهار سعيد ويوم مشرق للجميع. تسلم يا أستاذ رمزي، وإحنا شاكرين وجودك معنا في هذا الصباح الله يسعدك. باستديوهات النورسات. قبل لما نحكي عن التعليم والحوار مع الأسرة، ناخذ الاتصال من الأب فرح حجازين عشان ما نتركه ينطر، لأنه زمان كان يقول علمتوني الصبر يا نورسات وأنا بستنى فيكم بالاتصالات. فنحضر اتصال أبونا فرح حجازين، لما بيكون جاهز ابعتوا لي شباب من الكنترول، وبكمل الحديث مع أستاذ رمزي. أستاذ رمزي، كيف كانت نتائجكم أنتم بكلية ترسانتا التعليم برضو ثانوية وأيضا نظام انترناشونال؟ اجنبي، بس احنا في عنا النظام الوطني والنظام الاجنبي اللي IGCSE. نشكر الله يعني رغم انه سنه ونص كانت صعبه على الطلاب وعلى الجميع بظروف الكورونا نعم الجائحه، اثبتنا انه منصتنا ترسانتا اي سكول والتعليم الاونلاين جاب نتائجه وجنى ثماره، حيث انه في عنا 41 طالب من مجموعه 92 جابوا معدل 90% فما فوق، فهذا دليل انه طلابنا ماخذين المعلومه صح ومؤسسين صح. الحمد إضافة لله. لعنا نشكر الله بالنظام الأجنبي، عنا طالب جاب 100% كمان برافو. معدل، وعلى الفرع الوطني 99 و15، فالحمد لله. الحمد لله. صباحك نور أبونا فرح حجازين من صباح النور رميمين، بين الغيبين، كيف حالك؟ الله يسعدهم. تعالوا لي الصوت شباب، مش سامع كتير من أبونا فرح. كيفك أبونا؟ إن شاء الله طولتوا نهارك علينا. مبارك.
اهلا وسهلا فيك. طولنا عليك مزبوط، لكن نتائج التوجيهي والفرحه بنتائج طبعا طلابنا وطالباتنا ابنائنا وبناتنا، وفرحتنا احنا كمان فيهم. واكيد يا ابونا اكيد. واليوم اخترنا الموضوع الحوار بين الاسره والمجتمع، فتفضل ابونا نتحدث عن هذا الموضوع بروحانيه الكنيسه وكلام ربنا ان شاء الله. الحوار في الأسرة من بين الأمور المهمة التي تغيب عن قاموس التربية البيتية والحياة الأسرية عندنا، هي الحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، مما يؤدي إلى الجفا وحتى التفكك والضياع. الموضوع مهم ومتشعب، لكني سأختصر حديثي في الأمور الثلاثة التالية: أولا، الحوار بين أفراد الأسرة، ثانيا، أسباب غياب الحوار، ثالثا، مقومات الحوار. أولا، الحوار بين أفراد الأسرة، وهذا يتطلب أيضا ثلاثة أمور. أولا، الحوار بين الزوجين. ظاهرة غريبة نجدها بين بعض الأسر الحديثة، ألا وهي عدم القدرة وعدم الرغبة في الحوار بين الزوجين. ما أصعب الكلمات وما أثقل الوقت الذي فيه يطلب أحد الطرفين الحديث مع الآخر، مع أن الحوار بين الزوجين هو ضرورة حيوية للطرفين لتنمية الشخصية والحياة الزوجية وروابط المحبة. فالصمت ولا سيما المتعمد هو قاتل للطرفين، وقد يؤدي إلى تفسخ الأسرة في يوم من الأيام. فلا بد إذن من الحوار بين الزوجين حول مستقبل البيت والأولاد ومعالجة المشاكل اليومية. وإذا لم تتكلم المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته، مع من سيتكلمون؟ مع الجيران وعابري السبيل؟ إذا لابد من تخطي الأنانية الفردية والانفتاح على الطرف الآخر. الأمر الثاني، الحوار بين الإخوة. كثيرا أيضا ما نرى التنافر بين الإخوة في البيت الواحد، فلا يطيق أخ أن يوجه كلمة إلى أخته أو الأخت إلى أخيها في الوقت الذي فيه لا يتعب هؤلاء من الحديث ومرافقة أولاد وبنات الجيران والحار. قد تقع المسؤولية على الأهل الذين لم يعرفوا أن يخلقوا مثل هذا الحوار بين الإخوة، وقد يكون الحق على الإخوة أنفسهم الذين يبحثون كل منهم عن سعادته الذاتية ولا يفكر بمسؤوليته تجاه إخوته في البيت. إذا الأخت لم تكلم أخاها في البيت الذي يرفض مرافقتها في طلعاته، فمع من ستخرج؟ الإخوة يتقاسمون المسؤولية مع الأهل في بعض التصرفات السلبية لأفراد البيت. الأمر الثالث، الحوار بين الأهل والأولاد. هذا الحوار هو وليد الحوارين السابقين. وجود مثل هذا الحوار هو علامة على نجاح التربية البيتية. وجود مثل هذا الحوار هو سد منيع في وجه كل المفسدين. وجود مثل هذا الحوار يساعد على نضوج الأبناء في البيت نضوجا إنسانيا وعاطفيا وروحيا صالحا. وغياب الحوار بين الأهل والأولاد يعني بداية النهاية لذلك البيت الذي يصبح فقط مثل محطة البنزين لا يتوقف عندها الإنسان إلا لتلبية حاجاته من مأكل ومشرب ومنام. غياب الحوار بين الأهل والأولاد يعني ضياع الأولاد على مرأى من والديهم. غياب الحوار بين الأهل والأولاد يعني التفرق والانقسام، وعندها يحصل انقسام داخل البيت الواحد. وكما يقول السيد المسيح: البيت الذي ينقسم على ذاته يخرب. النقطة الثانية، أسباب غياب الحوار في الأسرة. أولا، حياة الروتين التي سرعان ما تسيطر على أفراد البيت. إذا لم يجتهدوا في محاربتها ويتخطوا الأنانية ويضحوا في إسعاد الطرف الآخر، فيبحثوا عن سعادتهم في إسعاد الآخرين لا في سعادة أنفسهم على حساب الآخرين. لا يخرج الإنسان من أنانيته إلا بالتضحية والعطاء، وكما يقول المثل: أسعد الناس من أسعد الناس. السبب الثاني، اختلاف العقليات بين أفراد الأسرة لا سيما بين الأولاد والأهل.
والتي فيها يحاول كل طرف جر الآخر إلى التفكير كما هو يفكر، وإلا أعلن عليه الطوائف. وننسى أن اختلاف العقليات بين الأجيال قضية لا حل لها سوى التقبل المتبادل، أي تقبل الاختلاف في الرأي والتفكر، إذ من غير المعقول أن ينتظر الوالدان من أولادهم أن يقلدوهم في كل شيء، ولا الأولاد أن ينتظروا من والديهم أن يفكروا بطريقتهم الخاصة، وهذا ما يدفع كل طرف إلى مقاطعة الطرف الآخر على حساب حياة الأسرة الهانية. فتقبل اختلاف الرأي والحق اختلاف الرأي هو الحل في اختلاف العقلية الأجيال. ثالثا، مقومات الحوار. يقوم الحوار بين أفراد الأسرة كثمرة حياة مسيحية مشتركة يعمل فيها الفرد من أجل الأسرة والأسرة من أجل الفرد. يقوم الحوار في الأسرة عندما يؤمن الإنسان أن الحياة في الأسرة هي أخذ وعطاء، فلا يفكر أفرادها فقط بما تقدم أو يجب أن تقدم لهم الأسرة، بل يجب أن يفكر كل فرد من أفراد الأسرة ماذا يجب عليه أن يقدم هو لإسعاد الأسرة. لذا لا بد من الأمور التالية لتقوية الحوار وبالتالي صمود الأسرة أمام صعاب هذه الحياة. أولا، لا بد من الأكل معا حول مائدة واحدة تجتمع أفراد الأسرة الواحدة. ثانيا، لا بد من الصلاة الجماعية في الأسرة الواحدة، لأن الأسرة التي تصلي هي أسرة متحدة. ثالثا، لا بد من الاجتماع بين جميع أفراد الأسرة الواحدة ومناقشة مستقبل الأسرة وأفرادها. رابعا، لا بد من الاجتماع بين جميع أفراد الأسرة الواحدة للتعاون معا على مجابهة الصعوبات وإيجاد الحلول لها. خامسا، لا بد من أخذ قصد من الترفيه والتنزه معا. سادسا، لا بد من المساواة في التعامل بين أفراد الأسرة الواحدة من قبل الأهل فيما يخص المديح والمكافأة والقصاص والمصروف. أخيرا، أنهي كلمتي بهذه الحقيقة، إن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يحتاج إلى بيئة اجتماعية لكي ينضج، وليس من بيئة أفضل وأنقى وأصدق من البيئة البيتية، وليس هناك بيئة يمكن أن تعوض عن هذه البيئة في تهيئة ونضوج الشخص الإنساني من المحبة، والمحبة وحدها تستطيع أن تجمع وتوحد جميع أفراد الأسرة حتى وإن اختلفت آرائهم. كما يقول القديس بولس، المحبة لا تفعل السوء ولا تسعى لمنفعتها ولا تحمق ولا تبالي ما ينالها من السوء ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق، وهي تعدل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. هذا كل ما عندي. يسلم يا أبونا فرح، يعني دائما أنت هيك مميز في طرحك، خاصة أنه الطرح الشمولي اللي بيلم كل المحاور. فإحنا بنشكرك من كل قلبنا وبنتمنى لك نهار سعيد، وشكرا لوجودك معنا في حلقتنا اليوم عن موضوع الحوار والحوار في الأسرة، وكمان أيضا موضوع المدرسة والنتائج، الطلاب اللي بيحصلوا على النتائج المتفوقة نتيجة الحوار الناجح في الأسرة. فشكرا لك يا أبونا. إن شاء الله بنكون قدمنا خدمة للأسرة لكي تحافظ على كيانها ووحدتها. آمين يا رب، إن شاء الله. آمين على حبيبي. صباحك نور أبونا. آمين. شكرا لك. طبعا احنا بنحيي كل الاشخاص الموجودين معنا على البث المباشر، بحاول اني اذكر بعضهم. فمناهي قاقيش، وايضا سهيل بدوي، ولونا نفا، يسعد صباحك الحلو. ابونا بطرس جنحو، يسعد صباحك يا ابونا، صباح مبارك لاسره البرنامج وضيوفهم الكرام، شكرا يا ابونا. وايضا ام غياض حداد، صباحكم نور وفرح. سامي هلسه، يسعد صباحك، يسعد صباحك معاليك ولانضمامك لبرنامجنا. شيرين شاهر حتر، يسعد صباحك. وسهيل بدوي، ابتسام قندح، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب. وهيام
أو هيلا زيادات، يعطيك الصحة، وفائي إبراهيم سيس، وسرافيم عواد، ورجائي زيادين الزريقات، وأيضا معنا ريتا الداود، وفيوليت فاخوري، وهلا كمان منصب على باقي نصبي الأشخاص. على الكل. هلا أستاذ رمزي، بعد ما سمعنا أبونا فرح عن موضوع الحوار بين الأسرة وأفراد الأسرة، وكمان الحوار الفعال والحوار اللي بيكون الناجح ما إله علاقة في مثلا النتائج التوجيهي، أو بتحس عطاء وأداء الطلبة، هل نتيجة وجود هالبيئة الصحية من الحوار الفعال في داخل الأسرة؟ طبيعي. هلا الطالب هو عبارة عن إنسان بتأثر بالمحيط الخارجي فيه. نعم المدرسة بيئة كتير مهمة لهذا الطالب، لازم نعم تكون بيئة صحية تربوية سليمة، إضافة للاستقرار الأسري نعم كتير مهم، والحوار بالبيت ودعم هذا الطالب بالبيت من ناحية سيكولوجية ومن ناحية تنشئة ومن ناحية توجيهه، ويحكوا له شو المستقبل بيستناه وشو مطلوب منه. هذا كله عملية، يعني حلقة متكاملة بتكمل وبتأدي لنجاح هذا الطالب. يعني نعم بالنهاية شو بتزرعي بهالطالب، سواء كنت بالمدرسة أو بالأهل، إذا ما كان في حوار مشترك وكلام مشترك بين الأهل والمدرسة لنفس الأهداف لصقل هذا الطالب، هون صعب تلاقي نتائج. لما يكون في توحيد بهذا الكلام راح تلاقي ثمار زي ما بيحكوا ناضجة ومميزة بالفعل. نعم وأيضا كمان الحوار ناجح كمان لإعطاء الطمأنينة للطالب خلال فترة التوجيه، فشو أهمية هذا الموضوع كمان؟ شوفي هلا طبيعة مجتمعنا بيحط على طالب التوجيهي ضغط نفسي وستريس بالضبط، كتير كبير، نعم طبيعة هاي من سنين يعني نعم صعب تتغير نعم حاليا. فهون احنا دورنا كتربويين بشكل اول وكأولياء امور انه نخفف على الطالب وطأة التوجيهي. نعم يعني احنا بنحكي دائما ابن التوجيهي هاي السنة مصرية، هلا نعم لا شك انها مصرية لكن مش هالسنة، يعني اللي هي ممكن تؤدي لإحباط هذا الطالب، تحميله عبء نفسي زيادة عليه بتنعكس سلبيا عليه. فدورنا احنا نوجه هذا الطالب ونبين له أهمية هاي السنة مع تخفيف العمل السيكولوجي النفسي لهذا الطالب مشان نعم يقدر يبدع وناخذ منه أحسن ما عنده. نعم وانت يعني المسؤول بالمدرسة، انت نائب المدير العام، فأكيد في عندك التفاعل مباشر مع الطلبة طبعا وأيضا يومي، فأهمية كمان دور المدرسة لطمأنة الطلاب. شوفي الطالب بيطمن من ناحيتين، أولا بالاستقرار النفسي بالمدرسة، نعم ثانيا لما يكون واثق من المستوى الأكاديمي اللي عم بيقدمه كادر المدرسة لهالطالب. نعم يعني سواء كنا أونلاين أو كنا وجاهي، دائما طالب نحكي على ترسانتا، طالب ترسانتا كله ثقة بالستاف، نعم الأسرة التعليمية، رؤية المدرسة التعليمية اللي هي دائما عم تحقق أحلى الإنجازات وأحسن المعدلات. فهذا لحاله بيخلق راحة نفسية عند الطالب نعم لما يكون في ثقة سيكولوجية وثقة بالمحتوى الأكاديمي اللي عم بتقدم. نعم فهذا دورنا احنا، دائما نطمن الطالب ودائما نطلع على كل شيء جديد وكل شيء بخدمة الطالب. وفي صراحة دائما أبونا رشيد بيحكي كلمة، طلاب ترسانة رائعين ودائما ما يستحقون الأفضل. نعم فعلا فعلا فبالفعل احنا بنحاول دائما نبذل جهودنا انه احنا موجودين رسالة تعليمية سامية لخدمة هالطالب اللي بده يبني المجتمع لقدام. فهاي هي أهدافنا. يعني أنا اللي بكون مبسوطة بالمجتمع تبع كلية ترسانتا، يعني خاصة لما بنحضر أبونا رشيد بدعونا دائما في نهاية كان الاحتفالات السنة الدراسية، فعلى احتفال التخريج، ويعني بتشوف هاللوحات الفنية، اللوحات المسرحية كمان، الطلاب مبدعين في الدراما، مبدعين في باللوحات الفنية من الرقص، حتى الرقص العالمي كمان، يعني اللاتين دانس فبتلاقي منوع. بتلاقي في تنوع بكل الثقافات، تنوع بكل النشاطات، منفتحين على كل النشاطات المنهجية واللا منهجية، بتلاقي راحة بين الشباب والبنات في بالفعل المدرسة، والجو أسري عائلي، يعني بتحس بالفرح والمحبة السائدة بين الكادر التعليمي وأيضا والطلاب الطلاب، احنا دائما فهذا بنحكي، كتير مشهود إله بترسانتا. طبعا دائما بنحكي احنا اسره ترسانتا نعم التعليميه والتربويه اللي هي من معلمين لاولياء امور للطلاب. الطالب مش بس انسان بده يتلقى علم ومعرفه، هذا اكيد امر كتير مهم،
لكن تراسانتا بتعمل على بناء شخصية الطالب المتكاملة، نعم تنمية مهاراته من رياضة لفن لموسيقى لكل الجوانب اللي بتبني حياته، إضافة لقيم السلام والخير والأخلاق اللي هي أساس الحياة وأساس المجتمع. نعم فهاي هي هدفنا ورسالتنا التعليمية. بالعكس، الطالب لازم نعطيه كل الاهتمام بكل نواحي حياته لأنه كل شيء مهم. حلو. طب استاذ رمزي، انتوا كنتوا سباقين بعد، يعني انا ليش وانا بقول سباقين، لانه اول ما بلش التعليم عن بعد كنتوا انتم محضرين اوريدي البرنامج وكل المواد فيها ومرتبين ومعطين دورات للمعلمين، كانكم عارفين انه في كورونا وممكن يصير في أرينا تعلم عن بعد، المستقبل. بس قاريين المستقبل. فاستغربت بصراحة انا كتير، لانه يعني هذا الجهد الجبار اللي عملتوه في هالبرنامج التعليمي الخاص طبعا بمدرسة طرسنطة، يعني يعني كيف تم، وكيف لولا انه انا بقول لولا تعاون ما بين الإدارة والكادر التعليمي، وأيضا يعني الرؤية الثاقبة اللي عن بعد يعني للأفق البعيد للمستقبل. فتخبرنا عن برنامج أكيد التعلم عن بعد كيف أكيد. كان. هلا هو ما كان وريد اللحظة، إحنا يعني أتوقع من 15 سنة وموضوع تكنولوجيا التعليم جزء كتير مهم عم نسعى لإدخاله وتطويره بالمدرسة، يعني هذا بعيدا كان عن كورونا بعيدا يعني. عن نعم الكورونا اه بالضبط. نعم وصدفة بتتذكروا السنة الماضية نعم ب 18/3/2020 أعلن تحول التعليم لتعليم عن نعم بعد نعم وتعليق الدوام الوجاهي. إحنا بالفعل 19/3 طلعنا بحصص أونلاين تفاعلية تشاركية مع الطلاب ولجميع المراحل العمرية. نعم فهون كان في رؤية للكلية برؤية أبونا رشيد كمان إنه لازم التكنولوجيا دائما تكون جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية. نعم فدربنا الكادر، كان في تدريب للكادر وكان في تحضير تكنولوجي للمنصة، وانتقلنا من نظام الاس ام اس سكول مانجمنت سيستم للال ام اس اللي هو ليرنينج مانجمنت سيستم. نعم فهذا مكننا انه نتميز عن منصتنا ترسنتا اي سكول ونتعامل مع طلابنا بظل الجائحة اللي مرأت علينا بكل سلاسة ولضمان وصول الخدمة التعليمية زي ما نعم بيحكوا للماكسيموم. نعم فالحمد لله كنا من المميزين ومن السباقين بالفعل على مستوى المملكة بهذا الأمر. كان في هيك صعوبات بخصوص موضوع التعلم عن بعد أكيد والعمل أكيد يعني ما بهذا بتخلى، البرنامج؟ طبعا ما بتخلى. هلأ هي كانت المشاكل التقنية تصير من طبيعة الإنترنت، من طبيعة لسه في الناس مش متعودين، هذا نظام جديد كان دخل علينا، الطلاب مش متعودين، الأهالي مش متعودين، لكن مع الوقت صار في تمكن. يعني الجائحة كان لها مضار أكيد، لكن في لها فوائد كبيرة كمان ما نعم ننكرها. نعم يعني أكيد قديش صار في عندنا قدرة من التمكن التكنولوجي نعم كطالب وكمعلم كولي أمر، إضافة لقديش صار في عندك إمكانيات إنه أنت بحالة ظروف طارئة. زمان نعم لما كانت نعم تتلج الدنيا صح ونعطل صح صح خلص الأولاد مزبوط يقعدوا بالبيت، هلا صار أنا في عندي إمكانية إنه ما أعطل دوامي، أشتغل على الأونلاين تواصل مع يس الطلاب ويظل أونلاين. التواصل نعم مستمر. نعم حتى بالضبط لو معطلين. طب بالضبط. كيف كان تقبل الطلاب لبرنامج التعلم عن بعد؟ يعني كانوا مهيئين يعني سابقا؟ هلا مهيئين لأنه إحنا بنتشارك دائما مع طلابنا، إحنا نعم بنآمن إنه الطالب جزء هو الأساس بالعملية التعليمية. فكتير مهم أنا كترسنطة أو إحنا برؤيتنا التربوية نحط الطالب بديتيلز كل شيء عم نعمله مشان يكون برضو عايش معنا بالجو. حلو فما تفاجأ طلابنا بهذا الأمر لأنه هو عايشه بالغرفة الصفية، نعم تكنولوجيا التعليم داخل معاه بالغرفة الصفية حلو وكان جزء لا يتجزأ من تعليم الوجاهي أيضا. أها فمشان هيك ما كان عليه غريب طالب ترسنطة هذا الحكي، وهذا اللي قدر تميزنا حلو وتميز طلابنا اللي نعم انعكست على نتائجنا زي ما انت شايف على نعم السنة نعم الماضية نعم والسنة هاي نشكر نعم الله. نعم انتوا هلا السنة كيف حصلتوا النتائج؟ كيف هلا طلابكم نجاح 100% مثل ما سمعت؟ 100% ومعدلات كتير منيحة زي ما قلت لك منيحة نعم بالبداية، نشكر الله. نعم 41 طالب من 92 فوق نعم 90% نعم معدلات، نعم ما شاء فنشكر الله الله. يعني نتائج مبهرة رغم كل الظروف، أثبتوا طلابنا إنهم مؤسسين، إنهم بتحملوا مسؤولية، وهذا كله تراكم، التربية تراكم. نعم يعني لما مزبوط تعلمي صح طالب وتربي ما بتيجي وريدة اللحظة، نعم هي نعم بصفي الموضوع تراكم بموضوع شو أنت بانية وأساس. يعني كيف البيت اللي بنبنى على أساس قوي بيعمر نعم للأبد. حلو. أستاذ بس هيك نحكي، أستاذ رمزي نحكي للمشاهدين والمتابعين، مدرسة طرسنطة هي فيها الكي جي اللي هو البري سكول، فيها ما قبل لا حضانة، احنا في حضانة حضانة ابناء المعلمين أبناء المعلمين وعندنا من نعم الكي جي 1 للتوجيهي للتوجيهي بالبرنامجين الوطني والدولي الاي جي سي اس اي مع سوا مع بعض. بنشوف نعم يعني الوطني في عندنا بالنهاية ادبي وعلمي،
والبرنامج نعم الأجنبي أدخل على المدرسة نعم وصار في أفواج متخرجة منه. نعم والسنة الماضية كمان نشكر الله والبرنامج الأجنبي 100 من 100، في طالبة جابت عندنا 100 من 100 معدل، وهاي السنة كمان 100 من 100. نعم فالحمد لله بتلاقي يعني دائما نتائج التعاون إبداع. بالفعل الحمد لله إبداع يعني، ورؤيتنا دائما لخدمة هالمجتمع بالنهاية يعني. يعني أنا بقول هذا الإبداع نتيجة هالإدارة ونتيجة الكادر التعليمي اللي يعني اللي أنا بحكي كمان المدير، لما بيكون المدير هو أب بالإضافة لأنه هو قيادي، بالفعل فأبونا رشيد يعني هو أب روحي مرشد روحي لهالطلبة وأيضا قيادي ناجح. أبونا رشيد فأكيد بالفعل إنسان تربوي عنده رؤية ثاقبة، يعني بتطلع للمستقبل، بتطلع للمصلحة العامة بكل النواحي، يعني ما بتطلع على جانب واحد، بنظر نعم على المدرسة بشمولية كإشي قدامه كامل، بتطلع بكل تفاصيله. هلا مرات التفاصيل بتأدي لتميز نعم كمان، يعني أكيد كثير في ناس بتطلع على اللي أوت العام نعم هلا وبنسى التفاصيل، مرات التفاصيل هاي ممكن تضر ومرات تتميز. نعم فبالفعل رؤية ثاقبة ثاقبة تربوي 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 وإنسان، أهم إشي كاهن وإنسان بنظر بعدالة للجميع. نعم، بنوجه له التحية ونتمنى له أكيد سفرة موفقة. فهلا أستاذ يعني بعد إذنك بدنا نستضيف نحن كمان طالبة تفوقت ببرنامج الآي جي من راهبات الوردية ونالت على معدل، هي تحكي لنا عنه عشان نحكي كمان معاها كيف حصلت على هاي النتائج. ولما احنا مش بدنا نحرم طلاب البرنامج الدولي برضه من التهنئة بحصول على بالضبط النتائج الثانوية العامة، كمان لهم دور وحصة كمان. فشباب تحضروا لي الطالبة لينا زريقات بالاستوديو، تفضلي لينا. هلا مع هالتكنولوجيا ومع هل وجدتم صعوبة بعدم توفر مثلا إمكانيات عند الطلاب من حيث إنترنت، حيث التابلت، من حيث الكمبيوتر مثلا؟ أستاذ رمزي، في كانت عندكم حالات خاصة؟ واجهنا هذا نعم الموضوع لأن زي ما حكينا جديد على المجتمع، نعم ومرأة الناس بظروف اقتصادية صعبة، كثير ناس قعدت من ببيوتها ما اشتغلت، فهذا أثر إنه ما يكون في عنده أجهزة تكون جاهزة من نعم لابتوبس من نعم آيبادز وات ايفر، كل الوسائل هاي نعم لوسائل التعلم عن بعد. لكن هي المرحلة الأولى فقط كانت بشكل قليل عندنا نعم بالترسانتا إذا بدي أقيس على وضعنا إحنا، بعدين مشيت الكل تأقلم، الكل ساعدته يعني بهذا الموضوع، طبيعي دخلتم يعني وساعدتم اكيد، لانه الأسرة. بالنهايه احنا هدفنا الطالب طالب، يتلقى التعليم، برافو. فاحنا بدنا نتعاون مع الاهل والاهل يتعاونوا معنا نعم مشان نوصل رسالتنا وهدفنا لهالطالب اللي هو محور عمليتنا التعليميه. أكيد أكيد، مشكورين كتير أستاذ رمزي. الله ولا إن يخليكم. أنا وأنت بدنا نرحب بالطالبة المتفوقة ببرنامج الآي جي اللي هو الدولي لينا زريقات. صباحك اهلا، نور لينا. صباح الخير وما شاء الله عليك، دائما فخر ومبدعة يعني. شكرا. بعض مما عندكم. حبيبتي الله يسعدك يا رب. لينا كيف انا يعني دايما بستغرب كيف طالب بجيب 100 من 100، يعني بيفللها بيقفلها بيسكرها هيك، فكيف كانت السنة عليك الدراسية هاي وهي النتائج حصلتي؟ لانه دايما بحكي وحكيت قبل لما استضفنا جود حداد الأسبوع الماضي كمان تفوقت بنتائج الثانوية العامة وجابت السادسة على المملكة، فجابت 99.57. فبحكي إنه هل كان قرار إنك أنت تتفوقي أم هي عمليتك تراكمية من بداية حياتك أنت متفوقة؟ أول شيء الحمد لله طبعا على كل شيء، وهو قرار من بداية حياتي، يعني هي عملية كانت من زمان أنا متفوقة، يا الأولى يا الثانية، كنت دائما أنافس وكان دائما هدفي مش النجاح كان التميز، فهو قرار بس من بداية من حياتي بداية حياتك وظليت نمشي عليه الحمد لله. بس كمان إحنا الآي جي لأنه منبلش من صف 9 ناخذ نعم مواد الأجنبي، منبلش من بعدين من صف 10 نقدم امتحانات، فكلها هاي السنوات من 9 10 11 12 كلها، مع انه الواحد مرات بيحكي انه بمل، بس انا صراحه كنت دائما اشحن طاقاتي اركز على هدفي الاساسي وانه افرح اهلي. ومدرستنا كمان ما قصرت، مدرسه رهبات الورديه مرج حمام كان دائما الداعم الاول والكبير لنا، فالحمد لله. وزي ما حكيت هو
مبني على السنوات وأنا السنوات. طول عمري يعني. لينا، احنا كان الحلقة عنا عم نحكي عن الحوار في الأسرة، فقد ايه كان نجاح الحوار بينك وبين أهلك، بين أخوتك؟ يعني كيف كان الجو الأسري لموضوع الدراسة؟ وموضوع، هل بتلاقي إنه الحوار الفعال الناجح البناء بين أفراد الأسرة كمان هو بيساعدك على إنك تستمر في هذا القرار، إنك التفوق والنجاح والتميز؟ طبعا طبعا بدون شك، بأي أسرة الحوار هو يعني أساس كل أسرة ناجحة، عشان أفهم هم شو بدهم، يعني وجهة نظرهم هم يفهموا وجهة نظري، لازم يكون في تبادل، لأنه في اختلاف في السنوات، يعني الأجيال في اختلاف وفي تفاوت في الأجيال، فعشان نقدر نتفاهم إحنا كأسرة ويفهموا حاجاتي ومتطلباتي وأنا أفهم كمان شو بدهم، لازم يكون في حوار. والحمد لله أهلي كان وبين إخواني كمان إحنا في عنا حوار بناء جدا الحمد حلو. لله. يعني أبونا فرح ذكر إنه مثلا من مظاهر الحوار بين الأسرة بيقعدوا مع بعض، بياكلوا مع بعض، بيطلعوا مشاوير مع بعض، بياخدوا قرار شمة هوا مع بعض، يسافروا مع بعض مثلا. هذا إن شاء الله بعد كورونا بنرجع. بنرجع نسافر بالضبط. فكان هيك عندكم أنتم بالأسرة؟ يعني كان هذا الجو؟ كتير يعني احنا الحمد لله أسرة متماسكة، وانا كمان بين 3 اخوان والبنت، فاحنا هيك لما يكون الجو هيك جو العائلي جد يعني كان له دور كتير يساعد كبير، كتير كبير، إيجابي أكيد. نتشارك كل واحد عنده رأي يعبر عنه مثلا. وفي اشي كتير بحبه في اهلي، انه ما عندهم مثلا عنصرية بين ولد بنت، كلنا متساويين، يعني اهلي دايما في حلو. تساوي، وهذا يعني بالحوار مثلا نحكي زمان كانت البنت نوعا ما او الانثى تم يعني ما يكون لها صوت، بس لا احنا الحمد لله عيلتي متفاهمة ومنفتحة وبتسعى إلى المساواة بين الجنسين، وهذا دعم الحوار ودعم التفاهم بيننا. انت تعلمتي عن بعد لينا بفترة كورونا، كيف كانت نعم. مرت عليكي؟ ما خبطتي راسك قلت لك ايش اجاني على دوري كورونا هلا؟ لانه احنا بنسميكم انتو جيل الكورونا اللي تخرج، فعلا جيل، لانه دورة استثنائية كانت على التوجيهي، فعلا جيل صعب كثير، مر وصعب بظروف كثير صعبة. يعني، حرام يعني، كان بضغط نفسي، ضغط معنوي، ضغط الدراسة، يعني الله يعين الطالب خاصة في بداية حياته، يعني عم تحكي على عمر 17 18 سنة، يعني لساتهم يا دوب طالعين وبدهم يشوفوا حالهم كذا، واجت الكورونا وضغطت عليهم. فكيف كان تجاوبك وتفاعلك مع هذا الحدث؟ وكمان بدي اضيف، غير احنا مش بس توجيه، احنا بصف 11 بنقدم امتحانات، نعم. مع الكورونا تأجلوا امتحاناتنا، فالعطلة الصيفية بين 11 و12 قضيناها دراسة، لأنه بشهر 10 قدمنا امتحانات صف 11، كان عندنا جلسات بشهر 1 امتحانات، كمان يعني كل بشهر برنامج تغير، يعني سنة ونص لهم يدرسوا. بس نعم. الحمد لله دايما بحكي مدرستنا الحمد لله الحمد لله كانوا يدعمونا، معلمين معلمات، وسيستر ليليا ومس زينة كمان بوجههم تحية، كانوا دايما يحرصوا انه يعطونا المادة كاملة كل التفاصيل، يعني انا النوع اللي بسأل كتير صراحة، يعني انا بس أقرأ المادة وهذا لازم ادقق على كل حاجة، فكان دايما معلماتنا يدعمونا بهاي الاشياء، وكمان اهلي. فالكورونا كانت سيئة نوعا ما، بس الحمد لله بجهود مدرستنا وجهود أهلي والجهود جميعها متكاتفة، يعني الحمد لله حصلت على المعدل، وأنا كمان كورونا المشكلة بشهر كمان 3 فكله إجا مع بعض. معنا، فوصلت لمرحلة إنه مرات الواحد بكون مبسوط، مرات طبيعي إنه تعبنا، يعني نوعا ما يكتئب يمل من الدراسة، بس كنت أحكي دايما هاي السنة يا بتخلص علي يا بخلص علي. تحدي كتير إيجابي بالفعل. فأنا خلصت عليها. يعني أنا بهنيكي يا لينا، بس يعني بدي هيك تعطي نصيحة للي مقبلين الآن، إن كان برنامج الآي جي بدهم ينهوا هاي السنة، وبرضه طلاب الثانوية العامة، تعطيهم نصيحة كصبية أنت عاشت هذا الخبرة، خبرة الدراسة وإنهاء المرحلة الثانوية، وهلا أنت مقبلة على مرحلة جامعية لم نتحدث عنها كمان، إيش بتحكي للطلاب اللي بعمرك؟ بحكي لهم يعني هلا احنا بعمر مراهقة وهيك بنحب نطلع بدنا نشوف الحياة،
تمام، بس أعطوا أولوية، دائما خلي أولويتكم، حددوا أولوياتكم، خلي الدراسة من أولوياتكم. الطلعات جاية، المسلسلات يعني جاية لنا عطل، نقدر نعمل أي إشي فيها، بس تعوضوها بالضبط. نعم. ونمل منها. نعم. حتى بس هاي الفترة جدا مهمة، يعني بالامتحانات ادرسوا منيح، فرحوا أهلكم. يعني أنا لهلا يعني الحمد لله فرحتي تضاعفت لما شفت فرحة أهلي بالنتائج، الحمد لله. وكمان دائما بحكي الواحد ما بيفيده غير حاله، دائما يعني الواحد يسعى لشهادته، المصاري ما بتهم، الشكل ما بهم، دائما الاشياء الخارجيه ما بتهم الا الواحد شهادته، يشتغل على حاله. ودائما تذكروا لحظه النتائج، هل راح تكونوا خايفين ندمانين لا سمح الله، ولا راح تكونوا رافعين راسكم باذن الله. فدائما اسعوا ولا تملوا ابدا. لينا، انت فترة التوجيه أو فترة الدراسة النهائية، إيش كان، كيف كانت علاقتك مع الله؟ كثير يعني كثير قوية، يعني هذا دائما الواحد علاقته مع ربنا قوية، بس هيك لما الواحد يكون دائما في صعوبات أو نفسيا أو ضغوطات. نعم. دائما بحس إنه ملجأ الوحيد هو الصلاة. يعني كنتي لما تحسي بضغوطات أو شيء تلجأ إلى الصلاة؟ أكيد. نعم. وحتى في كمان بحب في صلاة القديسة ريتا، كنت دائما أقرأها هي كمان. نعم. للعجائب كمان، فكنت دائما أصلي لها، ودائما ربنا كان دائما معي، دائما معي أصلي، وهو كان يعطيني راحة نفسية قبل الامتحان، أصلب هيك أخذ نفس، أصلب أبانا الذي سلام عليك، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعني إن بتعملي جهدك وبتتكلي على ربنا. بالزبط. إنه أنت قمتي بواجبك. في ناس كتير بتلجأ الصلاة بتقول خلص تدرس شوي ربنا يصلي لربنا، ربنا بنجحني. فأو صلوات الأم، هاي ماما بتصلي لي وبتنجحني بالامتحان. فلا، أنت اجتهدتي ونلتي وحصلتي. ربنا دائما بعطي التعب. هاي الجملة حسيت فيها يوم النتائج، ضليت أعيد إنه ربنا ما ضيع لي تعب، ما ضيع لك تعب. الحمد لله. نعم. يعني احنا دائما نتمنى لك انه ربنا يستعد قلبك دائما، ودائما هالابتسامه تكون دائما في محياكي وعلى وجهك. ايش حابه تدرسي؟ هلا انا قدمت على موحد طب. نعم. بس مش اكيد يطلع لي. نعم. هلا بدي استغل هاي الفرصه صراحه لحتى اوجه رساله لوزير التربيه والتعليم، وزير التعليم العالي. نعم. بدي اطرح قضيه جدا مهمه وارقتنا وارقت اهالينا. تفضلي. هي هاي القضية، هي عدم تكافؤ طلبة الثانوية العامة الأجنبية، يعني وأنا بالأخص يعني الآي جي مقارنة بالتوجيه الأردني. إحنا كطلاب ما في تكافؤ للفرص، يعني أنا قدمت للجامعة، قدمت طب جايبة 100، بس مش أكيد يطلع لي. في امتحان اسم المفاضلة، بيطلع لكل مفاضلة بمواد اللي بجيبوا 100، لكل طالب بيطلع مقعد واحد، وبالتالي الباقيين ما بيطلع لهم للطب، طب أسنان، صيدلة. فهذا عدم تكافؤ، عم يعني هاي واحد بالنهاية بحس إنه تعب وضاعب. فإحنا يعني بنتمنى يصير في مساواة وتعيدوا النظر بهاي القضية. أنت مش بتعادلوا الشهادات لينا؟ صحيح. بتعادلوها بالثانوية العامة. وبحطوا معدلات. نعم. اوكي. وبالرغم من هيك ما لكم، ما بتدخلوش تنافسي يعني مع الثانوية العالية؟ بس مقاعد جدا مقاعد محددة يعني بكل جامعة برنامج الاي جي. نعم. رغم من معادلة الشهادات بتضل مقاعد محدودة. نعم. نعم. انه مش متأكدة من الرقم، بس قبولاتنا احنا 5% بتشكل نسبة 5% بالجامعات. نعم. ولا مثلا انا بحكي بالطب لاني هذا الهامني صراحة، الطب البشري. نعم. بكل جامعة بيطلع لطالب واحد تنافس مع انه جايبين 100. نعم. فيعني هذا الموضوع جدا غريب، مع انه برنامج كمان الاي جي يعني مش سهل، معتمد من سنين يعني. برنامج ثقيل وكواليتي. انا انا بوجه كمان برضه هاي الرساله وهذه هذا الموضوع من وجهه لوزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي، وان شاء الله من صح. من ناخذ جواب يعني صح. انا بوعدك انه نضلنا ورا هذا الموضوع وناخذ جواب من وزير التربيه والتعليم والتعليم العالي. انتم كمان نفس الشيء عم بتواجهوا هذا أكيد. أكيد هاي ترسنطة، خاصة مشكلة برنامج الاي جي. يس، هاي مشكلة عامة عم بتكون زي ما تفضلت هون. بتحسي انه جميع الطلاب لازم يكونوا سواسية. نعم. بالحقوق، وبالنهاية بس يخلص الطالب التوجيهي بعد هالعناء والسنين التعب فيها لازم يلاقي. نعم. يعني الطالب اللي جايب 100% زيك وزي غيرك كتير. نعم. بحق له يطلع طب مثلا زي ما اخذ الثانوية. يس. نعم.
فبالنهاية هاي فعلا مشكلة، بتمنى على الجميع انه ينظروا لها، يلاقوا حلول لأبنائنا الطلاب. نعم بالنهاية مستقبلكم هذا، بالضبط، ونتمنى لكم دائما التوفيق شكرا. وكل أمنياتكم تتحقق بأحلى صورة ممكنة يعني. شكرا. يعني احنا فرحين كتير بوجودك معنا يا لينا، وأنا بنقول أسعد لك جد، يعني ألف ألف مبروك، الله يبارك فيك. وعن جد يعني هالجهود وهالتعب يعني خرج كل واحد وكل أشخاص وكل الطلاب اللي جابت كمان علامات عالية، ربنا يهنيهم ووفقهم بمستقبلهم بحياتهم. وفعلا النجاح والتميز هو قرار بياخده الطالب ممكن من بداية حياته، لكن كمان أيضا بيضل مصر عليه وبنهيه. فالشخص اللي بيختار التميز وانه يكون باعلى المستويات بكل مراحل حياته، مش بس بالدراسه، حتى بالشغل، بحياته الاجتماعيه، دائما بيكون يعني بوضع راقي. حتى بعلاقتك مع ربنا ممكن كمان تكون مميزه، لانه الانسان المتميز بيكون متميز بكل مراحل حياته. فانا بهنيكي. انا ما بحكي انه في بعض الطلاب بيكونوا اذكياء كتير، يعني بعرفهم، في بعرف اشخاص يعني بالفعل كل السنوات بحياتهم افريج، يعني بيجيبوا بالثمانينات، 70-80، بس اذكياء كتير كتير، بالتوجيهي ركزوا بيبدعوا. وابدعوا وجابوا علامات متفوقه. فبقول لك انه هذا جاب بالتسعينات، 97 98، ما كل عمره كان ثمانينات وسبعينات وعم بجرر، بيكون في عنده من الذكاء لكن مش حاطط عقله براسه يدرس، فبقرر خلص انا هلا سنه التوجيهي بدي اكرس كل عقلي. فانا ما عم بحكي انه يعني مزبوط ان هي مسيره من التراكم من الابداع والتفوق، لكن الاشخاص والطلاب ممكن بفتره التوجيهي انهم يركزوا على هاي السنه، مثل ما انت تفضلتي انه حط اولويات بحياتي، ايش انا بدي؟ بدي تفوق، بدي علامة عالية، بدي افرح اهلي، بدي ادخل الجامعة. فبياخذ هذا القرار ببداية السنة وبدرسها وبيكملوا بالتفوق. فإحنا ما عم نحكي لكل اللي الطلاب إنه راحت عليكم لازم تكون بلشت من صف أول ابتدائي، لا، لكن إنك في مجال إنك تعوض وإنك تلحق حالك. وإحنا هلا من بداية التاسع والعاشر والحداش واثناش كمان ببرامج التعليم، بنتمنى التوفيق للجميع. وأيضا إجاكي تهاني يا لينا من أصدقائنا، في عنا جونيل سالتورا وفادي جريسات وغصاب السلمان وإيمان حراق، إنعام حراق وحنين زيادين بعد دعتي لولو فسجال كمان ميمي ومروان تادروس وزين صليبة وسهيل البدوي، برافو عليكي منار ربضي حبيبتي لينا الله يحميكي أبدعتي. ورانيا تصاوق سويس كمان عم بوصلوا لك التهاني والتحية، ولأستاذ رمزي كمان بوصلوا لك التحية، شكرا لك يا رب يسوع، هللويا أمين. و أيضا وليلى صعب وأنطونيو هورفارت وفريال مشربش، في عندنا كمان ناس من برا عم برضو كانوا عم بيتابعونا على البرنامج، عاطف بواب وجاكلين حناوي وأمل زيادين. وأمل زيادين ألف ألف مبروك، أبدعتي لينا قديه؟ اوكي. ووفاء المعشر وبولس ناشد ولوسي النعمة شاهين وسيستر سيسيل حجازين بتقول لك من رهبات الوردية، بتقول لك برافو لينا. وحنين عوني زيادين وايضا امجد الهوارنه ومها حناوي وخليل الحجة وسميرة إسحاق ومدارسنا. طبعا يا سيستر سيسيل يعني رهبات الوردية بدعتوا عندكم بجود وعندكم كمان بصبايا الاي جي الدولي كمان، وبدعوا
بمدرسة ترسانتا أيضا ممتاز. بالنتائج العالية كمان. يعني نحن بنوجه لهم كلهم التحية، كل اللي أبدعوا في الثانوية العامة، ربنا يسهل طريقهم ويسعد قلبهم وأهل وقلب أسرهم اللي كمان ضحت وتعبت خلال هاي أكيد الفترة، إنها طبعا مرافقة إن كانت معنوية وإن كانت روحية وإن كانت حتى كمان. أنا بتذكر بنتي لما كانت بالتوجيهي، يعني كنت أنام وأصحى معها، لأن أنا كانت ذكرت انت الرضا التوجيهي. صح، يعني كنت نصحى وننام وناكل سوا ونشتغل، ويلا أمي ما مع دراسة ويلا كملي وأسمعي لها وأسمعي لها، يعني كانت. فأنا بشوف يعني هذا الجو الأسري بيعطي الراحة للطالب، إنه في حدا حواليه، في حدا يعني إذا داية ناس يشد من عزيمته، إذا تقاعص مثلا إنه يشجعه. فكتير حلو الأسرة ككل، يعني الأب والأم، أنا مش بقول كمان الأم، هي الأم أكتر شيء، بس الأب والأم والأخوة والخوات كمان. لما يكون في طالب على مقاعد الدراسة بده يتخرج هاي السنة، وهي سنة مصيرية بنعتبرها، لأن هي بتحدد مستقبل الطالب والطالبة، بتلاقي كل الأسرة يعني ملتفة حول هذا الطالب، إنها تعطيه الحب والحنان والاهتمام. فبالإضافة كمان لمدارسنا، يعني مدارس رهبات الوردية، مدارس طرسانتا، كل مدارس، يعني إنها دائما تشد على إيد الطالب، ما تعتبر إنه هو لوحده، تتركه في الميدان لحالك، يلا أنت دبر حالك، يعني بعطيك الدرس وانتهى، لا. لكن هاي المدارس اللي بتحتضن الطلاب، بتحضن طالباتها، بتدلل العقبات اللي بتواجههم، بتجاوب على تساؤلاتهم. لما بكون المعلمات والمعلمين والمدراء مدراء الأقسام كمان كلهم حول الطلاب بهذا المحبة وهذا الاحتضان، عن جد المدرسة هي بتكون فخورة بهدول الطلاب بالفعل بالنتائج بالفعل العالية. وفرحتك شو كانت كبيرة لما النتائج، يعني قديش كان فرحتك كأنهم كلهم أولادك بالضبط، وجابوهم. يعني كلنا فخر كنا بأولادنا وبنتائجنا. وهون بستغل كمان ببارك لجميع طلابنا وطلاب المدارس المسيحية كلها، صراحة دائما بيرفعوا الرأس، دائما بيعكسوا الأثر اللي بنتركه إحنا كمدرسة فيهم، الرسالة التعليمية التربوية. فبالفعل كثير بنفتخر بطلابنا بإنجازاتهم، بنفتخر إنه إحنا عم نحقق رسالتنا التعليمية والتربوية، وبنشوف الأخير نتاج جهدنا وجهد الكادر نعم التدريسي. نعم فكلنا فخر فيكم شكرا، بنتي يعني ألف مبروك عن جد، وبأبنائنا كلها. شكرا بالفعل فيكم، بالفعل ألف ألف مبروك. يعني كمان بنوجه التحية لحكومتنا، احنا ما بدنا كمان وزارة التربية والتعليم كمان هي اللي بتعطي القوانين والإرشادات أيضا لاتباعها، فكمان هي تقوم بدور كتير كبير بالأردن عندنا نحن بالنسبة للتعليم. جلالة الملكة رانيا يعني هي مهتمة بموضوع المدارس، خاصة المدارس الحكومية، إنها ترفع مستواها، تحقق لها المتطلبات الأساسية للتعليم الناجح الفعال والبناء. يعني هي اليوم عيد ميلادها، فمنوجه لها التحية، ولا كل عام كل وانت عام بخير، بخير. من نورسات، من ضيوفنا كمان بيوجهوا لك التحية، بنقول كل عام وانت بخير ستنا. فهي كمان ايضا حريصة على انه اهمية دور المدرسة في نجاح الطلاب ويعطوا التعليم المتميز. فكل عام وانت بخير مرة تانية من اسرة نورسات. بهني كل الطلاب اللي جابوا نتائج عالية، وايضا اللي طلاب على مقاعد الدراسة كمان انهم يبدعوا هاي السنة. فنشكر باسمي واسمكم ضيوفنا اللي كانوا معنا اليوم، أستاذ رمزي رستم نائب مدير عام مدرسة كلية ترسانتا، طبعا وجه التحية لأبونا رشيد أكيد مستريح، وأيضا لرهبات الوردية مدرستك مرج الحمام، وكمان مدرسة رهبات الوردية شميساني، للينا أزرقات اللي بدعت ورفعت كمان رأس المدرسة، فهن كمان إن شاء فخورين الله. فيك يا لينا. وأهلك كمان بنوجه لهم التحية، بنقول لهم ألف ألف مبروك على إبداعات شكرا بنتكم، شكرا ربنا يوفقك بحياتك، شكرا ولنا لقاءات كمان، يعني أكيد إن شاء ضلكم على الله. تواصل مع أكيد نورسات إن ومع شاء الله أكيد برنامجنا صباحكم نور، تخبرونا هيك عن مستقبلكم، تصيرين دكتورة قد إن شاء الله. إن الدنيا. شاء الله إن شاء الله. بنشكر كل الأشخاص اللي تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تلفزيون نورسات. في عندك سامي مطالقة مطالقة،
يا بوجه لك تحية ولفتة كتير حلوة مهمة، اللي هي نسبة مقاعد نظم الدراسات الأجنبية بالجامعات الحكومية. نعم احنا راح نتابع هذا الموضوع خصوصي، وشكرا لذكرك لهذا الموضوع. منوجه التحية لكل الأشخاص اللي كانوا على البث المباشر على الكنترول روم من لبنان ومن الأردن، منصبح عليكم صباحكم نور، يعطيكم العافية، وشكرا على هذه الحلقة اللي طلعنا فيها. صباحكم نور، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بنفس الوقت يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا. صباحكم نور وشكرا لكم. شكرا لك، ويسعد صباحكم جميعا. صباحكم شكراً. نور، الله معكم. Go. في هالحكي